اسمي بشار أحمد موفق أحمد راتب قدح، وأنا حالياً صاحب مكتبة الباسل، وإلي قسم بمكتبة قدح، يعني من أخي كنا شركاء أنا وياه، وهو طبعاً له هون حصة عندي بالمحل، ونحن يعني ربينا عند جدنا وطورنا المصلحة. إن شاء الله أولادنا بكرة بيستلموا من بعدنا وبيطوروا المصلحة أكثر وأكثر. أول بداية للعيلة كانت تقريباً سنة 1900، نحن مكتبة كانت الراتب بالأساس، وبعدين هذا الحديث سنة 1910 أو 15، بعد منا بسنة 1980 سميناها بمكتبة قداح، وبعد منها كمان سميناها بمكتبة الباسل. ونحن هي صورة المحل القديم، هي الصورة التقطت سنة 1950 طبعاً مترخة، ونحن توارثنا بعد منه بعد جدنا وبعد أبونا. هذا جدنا، هذا بالصورة جدنا طبعاً، وتوارثنا بعد منا الأب والأحفاد مثل ما بيقولوا، هلا بكره بجوز الأحفاد كمان هن يتوارثوا. وانطلقنا بهذا المجال يعني سنة 1990 تقريبا او 92، كبرنا المجال شوي بالشغل، وحتى ما نسمي التنتين مكتبة قداح، سمينا واحدة الباسل وواحدة سميناها قداح. أول محل كان بالمسكية، هو كان هنيك، هو تجمع المكتبات بالأساس. كنا نحن في شغله كثير مهمه، انه نحن نصنع دفاتر يدويا، كانت يعني كان تصنيع الدفاتر ما في معامل، كان كله يدوي. حتى يعني نحن عند مني ستي بتعرف تخيط دفاتر، امي، عماتي، ابي، كله كانوا يشتغلوا تخيط يدوي، كانوا كل العيله مترابطه مع بعضها. بعد المسكيه انهدت المسكيه طبعا سنه 1980، وانتقلنا لمنطقه الحلبوني.